السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي حلوين؟ ان شاء الله دلوقتي هنزل معاكم حلى البسكوت المالح. هو حلى اختراع، ان شاء الله هيعجبكم جدا. وامشوا معايا بالفيديو وشوفوا طعمه، جربوه هيعجبكم، وخفيف بشكل رهيب. واتمنى الاول مرة يشوف قناتي اتمنى يضغط لايك وينزل تحت على زر الاحمر يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان اي جديد انزله يوصل لكم. وارجع تاني اقول الحلى ده ما ينفعش ان انتم ما تجربوهوش، بجد هيعجبكم جدا باذن الله. احلى لايك 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 حبايب قلبي. ان شاء الله دلوقتي معاكم تحليه سهله وبسيطه وسريعه جدا. هنحتاج هنا قالب كده مستطيل صغنون او اي بايركس عندك عموما. وهحتاج كده كوبايه كبيره حليب دافي، وعلبه جبن كيري هاخد بس منها معلقتين كبار، وعلبة جبن كيري اسمه ده كريم كراميل هاخد البودر بتاعه، وعلبة جيمر، وبسكوت تاك. تمام، هي دي مقادير البسيطة اللي انا هستعملها. وتقدري تحطي لو انت عايزة تغيري النكهة تقدري تحطي شوكليت خام تحطيه هنا معايا، تحطي مكعب يدوب ويديكي نكهة برضو اضافية حلوة. تمام، لو انت حابة تضيفي نكهات تانية. هعمل ايه دلوقتي؟ هفتح البسكوت التاك واحطه في الطبق، وهدوب هنا علبة معلقتين جبن كيري وعلبة الجيمر وباكيت ال دلوقتي بقى عاوزة احلى لايك لايك لايك. دلوقتي انا هنا خلطنا الحاجة مع بعض زي ما انتوا شايفين شكلها، وعندي هنا البسكوت فتحناه اللي هو بسكوت التاك المملح، لان هي مع المملح بسكوت مملح روعة. هبدأ انا اخد البسكوت التاك ده زي ما انتوا شايفين كده، بناخد البسكوت هنبدأ ان احنا نرصه بدون ما انا ما اقابله خالص. تمام، الحلى ده رائع اكتر من رائع، وما تقلقوش من النكهه تكون مالح، لا مش هيبقى مالح خالص، بالعكس ده هيبقى طعمه خرافه، حقيقي حقيقي خرافه، جربوه هيعجبكم جدا. شفتوا قبل كده احنا عملنا بيه برضو الحلى الخشخش كان خطير جدا وطعمه جميل، واللي جربوه اكيد عرفوا ان طعمه رهيب. هنبدا ان انا اخد من الخليط الجميل ده اللي انا عملته وابدا ارش عليها كده. خليكم معايا الاخر عشان تشوفوا هنعمل ايه. هجيب الكاكاو الباودر، كاكاو باودر هنبدا ان احنا نرص كده. تمام، بس تحطي طبقه كويسه يعني طبقه محترمه. وبعد كده هنبدا ناخد برده من البسكوت المملح تاني وترصي كام ببعض وبدون ما تبلي البسكوت. تمام، البسكوت المملح مش محتاج ان حد يحط عليه حليب لان هو اصلا خفيف جدا بنات، يعني اللي مش مجرب يعملها بصوا اهو مش بيتحمل ايدك اصلا، فبالك لو بلتيه وحاطه سائل عليه هيبقى صعب قوي. تمام، هنبدا برضو ناخد من ده ونحط. شفتوا اللي انا بعمله ده؟ تقدروا تحطوا على الخليط ده اي لون تحبوه، مثلا لون احمر لون اخضر لون اي لون، او تقسموا الخليط ده طبقات ونعمله نحط على كل طبقه لون. احنا خدنا خلاص نكهه الكراميل، نغير بقى في اللون عشان يطلع معانا القطعه في الاخر الوان، فاهمين قصدي؟ الوان لون احمر اخضر اصفر كده، الولاد بيفرحوا فيه قوي لو في مناسبه او عيد ميلاد. تمام كده، هنحط تاني طبقه. دلوقتي انا عملت الطبقه الاخيره اللي هعملها، وعندي بقى شويه من الخليط هحط عليه معلقه كبيره من الكاكاو باودر وادوبه كويس جدا معاهم، وهنيجي نرشه عليها في الاخر ونحطها بالبراد لمده ساعتين. دلوقتي حبايبي بصوا عاوزه احلى لايك. شوفوا انا هنا الخليط خلطته خلاص مع معلقتين كاكاو، وزودت عليها بس ايه يعني ربع كوبايه حليب سائل عشان تفك معايا الكاكاو شويه. وهحط بسكوت المالح اخر طبقه بقى اللي هضيف عليها الايه الحلى بتاعي. تمام كده، انا كده خلاص خلصه اعتبر، شايفين ما شاء الله. هبدا اخد الكاكاو الباود ده السائل بتاعي وانزله عليها. تقدر تستغني عن الخطوه دي وتكتفي بطبقات الايه الحلى الكراميل اللي احنا عملناها، بس دي بتديها طعم واو بالذات عشاق الشوكليت مع الكراميل، خطير حقيقي خطير. انا بعمل نفس الحلى ده بالظبط برده، الحلى ده يعتبر الحلى ده اختراع، وبعمل حلى تاني برده اللي هو نفس المقدار اللي عملته الاولاني معاكم، بس بقسمه على تلات الوان وبحط تلات الوان فيه او اربع الوان، وعمله طبقات مع البسكوت المملح بيبقى اسمه حلى الريمبو، بيبقى خطير خطير وتبهري بضيوفك.
تمام. انا كده خلاص خلصت، هفرد بقى، هنقل بقيه خليطي ده عشان انا بصورها. انا خلاص خلصتها، هحطها بالتلاجة، ووقت التقديم هحط عليها وايت شوكليت او اي صوص عندك بتحبيه، اي نوع سيرب بتحبيه، اي حاجه بتحبي تحطيها حطيها عليها، بس انا قلت الوايت شوكليت عشان شويه يكسر اللون. هتيجي تحطيه كده، طبعا لما تسقع الاول، بس انا هوريك يعني الطريقه. المفروض لما تسقع تيجي تحطيه كده دايما دور، هيبقى ايه شكلها جميل جدا. بس او لما تيجي تقطعيها وتشيلي الاطراف ده بتبقى سايحه عليها. لايك 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 حبايب قلبي. كده انا خلاص خلصتها وحطيتها بالثلاجه زي ما انتم شايفين شكلها. هنيجي دلوقتي نقدمها بقى. خلاص عندك الصوصات بتاعتك، عندك توفي كراميل اي حاجه، او تاكليها كده زي ما انت حابه، هي اصلا طعمها خرافه من غير حاجه. هنفتحها مع بعض. انا بعرف اني لازم شعرك بس جميلة جدا اصلا، خرافة. بس ان شاء الله شوفوا شوفوا جمالها. يمكن لو انا كنت طبعا انا ما سبتهاش اكتر من نص ساعة، كنت قدرت. ولو عايزة تعلي الطبقات عليها، بس هي كمان كده جميلة قوي. هبدأ ان انا اقطعها معاكم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى عشق عبودي زي ما انتم شايفينه بيبص لي، مش شايفينه اصلا دايما بتعمله. اه عبودي بيحبها قوي قوي قوي، بس بيحب اللي هي الطبقات اللي هي متاكد لك انه انا اللي هي بتكون اسمها ايه ملونه، بتكون قد الثقه اللي اعطتني اياها. شايفين شكلها بجد بجد خرافه، هتعجبكم جدا لو جربتوها. عايز بابا اي صوص بتاع وايت ولا كارمل؟ كوني 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 كوني. بعد ما سمعتك عم تقولي لي هذا الحكي ما بدي اكثر من اي نوع صوص حابه تحطيه، او مش عايزه تحطي حاجه خالص ما فيش اي مشكله. هي انا هدوقها كمان معاكم اوريكم المستقبل شكلها. ويا سلام لما تخلوها بايته بتبقى احلى. انت رهيبه أنا. وبس خلي عبد الله يقول رايه. شكرا. الباقي بعدين. شوفوا انتوا تعملوها فظيعه حقيقي رهيبه. والملح بتاعها بتاع البسكوت خطير، مش باين قوي، بالعكس باين ان هي متعادله. عايزه بقى احلى رايك. انت مديره شركه لايك 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 لايك. اذا كانت عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.